خطيبي خاني حتى يغث البنية اللي يحبها. القصة بدت بإعجاب من طرفه وتقرب مني وأبدأ إعجابه، وبعد علاقة استمرت 5 أشهر. اتقدم الأهلي وخطبني. لهنا والحياة كانت وردية وكل شي كان مثالي وعلى حسب الأصول. وبليلة ظلمة اكتشفت خيانته إلي ويا بنية أعرفها من بعيد، معرفة سطحية. هم لهنا الموضوع طبيعي لأن أنا بنية وحالي حال أي بنية تتعرض للخيانة. بس الغريب والمختلف بقصتي إنه هو تقرب مني ومثل علي مسرحية الحب وخطبني خطوبة رسمية. هذا كله حتى يغث البنية اللي يحبها. واللي اكتشفته بعد فترة إنه هو متابعني على إنستغرام من قبل، وحبيبته السابقة اتغار مني وما تقبل يتابعني. والعينتين بعد ما خربت علاقتهم قرر يرجع هالعلاقة اللي بينهم براسي، فتقرب مني ومثل علي مسرحية الحب العظيم هذا وخطبني. وهذا اللي مدوخني، خطبني على مود يضوجها ويخليها تغار وترجع له. هالقصتي يا بنات، وأكيد هالقصة مروا بيها بنات غيري. شنو رأيكم؟